كنعمل على اولا تكنيسيان سونوريزاسيون نشوف نشوف هنا تكنيسيان سونوريزاسيون ديبلومي كاع وكنعمل شويه ديال الاناره ديكوراسيون ديال لي سال دو فيت كلشي جميع الخدمات ديالك مع المجتمع المدني كي كتشوفها انت مستقبلا مع العلاقه ديالك كي كتشوف العمل ديالك يعني واش غتقدم لهم شي خدمه فهمت كيفاش معنا غتعاونهم غتساعدهم طبعا طبعا كتوضع هذا الماتريال ديالك راه الاشاره للجامع مرحبا باي جمعيات ضعافه ولا يعني اي واحد كتعامل على حساب المستوى ديالو كنلاحظوا بان المهرجانات اللي كتقام مدينه العرايش كلها كتفتقر الجوده ديال الصوتيات وكيقولوا بحال المساله كتخسر كل شيء ولكن ملي كتجي الصوتيات كتخسر كل شيء يعني انت بالنسبه لك شنو هي الملاحظات اللي عندك على مستوى الجوده الصوتيه اللي كتقام في المهرجانات اللي كتقام في العريش كاينه واحد النقطه مهمه خصني نشير لها كاينه الجوده وكاينه الكاليتي ولكن الناس كتقلب على كما كيقولوا بالدارجه على برخص الناس كتمشي عند ارخص حاجه وخاصها تدوز النشاط بارخص ثمن ما علينا عندنا كفاءات وعندنا بطاريات في المستوى انتم كتشوفوا كاينه كل شيء ولكن الناس كتقلب على شي حاجه رخيص هذا اللي عندك هذا الطابل ميكساج كونسول يعني ديال مائده ديال الطابل ديال ميكسور هذا جوده عاليه ولكن باش هذا الماتريال هذا خصو اثمنه اللي كتوافقوا ماشي غنعملوا هذا الشيء ديال كل حاجه عندها القيمه ديالها الناس خصها هذا الشيء هذا بارخص ثمن دابا خص الناس توعى عندنا هادشي راه حنا ما كيجيناش بطال ما كيجيش من 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 الفارغ هادشي راه حنا خسرنا فلوس واستثمرنا وانا كمقاول ذاتي راه عندي دابا شركه راه نتعامل مع يعني مع اي شخص سواء عنده جمعيه او لا مثلا قطاع الحكوميه ولا لا فاكتوراسيون ولكن خص جوده المليح خصو الثمن بحال اللي كيقولوا ولكن هذا ما كيمنعش ان الجمعيات اللي يعني ما عندناش واحد الدعم كبير كنتعاملوا معاهم كنعاونوهم انتم كتعملوا بالاضافه للصوت كتعملوا الديكوراسيون كنعمل الديكوراسيون ديال الحفلات بصفه عامه حفلات الاعراس العرس الزواق ديال القاعات كنعمل حتى بلازمات الشاشات الكبرى وكنلاحظوا الاناره المؤثرات يعني المؤثرات البصريه كندخلوها في هي المؤثرات البصريه والمسرح اي حاجه عندنا كلشي يعني الماتريال ديال حتى الماتريال اللي كيستعمل في الحفلات وديك الشيء كنلاحظوا كلشي الاجواء يعني جميع لي زاكتيفيتي ولا الحفلات وداكشي انا موسيقي وانا دي جي كنعمل حتى الاعراس كنعمل حتى دي جي الحمد لله ربي عطينا شويه ديال التجربه نعم تكتشفت دابا خبره في تنظيم مجموعه ديال الانشطه والحفلات ديال الثقافيه شاركت يعني شنو المستوى مثلا اللي الخبره اللي اكتسبتيها يعني في التنظيم ديال انا الافتتاح ديال مثلا نعطيك مثال الافتتاح ديال اوتيل اللي ليكسوس افتتاح كان الوزير وكان السي حسين العامل كان هنا النوحي انا اللي عملت لهم الافتتاح بالصوتيه ديالي وهذا ان دل على شيء يدل يعني على الكفاءات هذوك الناس ما يخدموكش من الفراغ لو كنت عندك لا كومبيتونس ماديه ومعنويه راه ما تصطبش مع هذوك الناس المهرجان ديال الفرا ولا في نسخته الاولى والثانيه انا شاركت بالماتريال ديالي في لاسال دو كونفيرونس في النسخه الاولى حدا مرجان والنسخه الثانيه وكانت حاضره طبعا حتى السلطات وربي ما كيحشمنا شي غير دابا اللي كنقول لك انا كاينه مجموعه ديال القطاعات كيقلبوا على ارخص حاجه دابا اللي بقينا كنلاحظوا دابا عندك هنا الماتريال كامل يعني جوده عاليه ولكن مع الاسف كنلاحظوا بزاف ديال المهرجانات كما قلتي انهم كيهتم ما كيبغوش يعملوا تكاليف وهذا كيضرهم بالمنتوج ديالهم يعني بقى كيصبح المنتوج خص يبقى بواحد الجوده عاليه لا من الناحيه البصريه مثلا من الناحيه ديال الاضاءه الاناره وداك الشيء ولا من الناحيه ديال الصوتيات شوف شنو هي النصائح اللي يمكن تقدم لهاد المهرجانات باش يرفعوا من السوق حتى سوقوا مثلا المنتوج ديالهم يكون في واحد الجوده عاليه باش يكون المنتوج بجوده عاليه خصهم يقلبوا على لو تكنيسيان يكون عنده جوده عاليه وكيعرف يخدم وكيتعامل وكيعمل انشطه يعني وكيخدم يعني باش نقول لك كيخدم من القلب ديالو بحال كيقولوا هذه اول وثاني يعني بروفيسيونيل كيوفر مثلا يوفر لك كل شيء المعايير مثلا المعايير ديال الجوده شنو هي مثلا في الناحيه الصوتيه شنو هي خصو يكون المعايير الجوده اولا بعدا خصو هو يكون ان بون تكنيسيان خصو يكون كيعرف تقني جيد هو خصو يكون تقني واخا ماشي ضروري يكون عنده ديبلومي ويكون عنده على الاقل اكسبيريونس ويكون يعني عنده تجربه في هذا الدومين هذا ماشي كل من ممكن نعم ممكن
نعم ممكن ديرنا شي جوله في المحل وتعرفنا ب لا هذا هادو ديرو تور دو سين هادو لي روتور دو سين يعني مردد ديال لي روتور دو سين يعني الخشبه كيكون في خشبه هذا كيكون في خشبه كيكون مردد ديال الصوت وديك الشيء تماما هذا نموذج ديال الاناره نموذج ديال الاناره هادو لا سونوريزاسيون يعني مجموعه ديال الاليات اللي كنخدموها في الصوتيات ميكروس و هذا يمكن تقولنا المحل في كيتواجد المكان اللي كيتواجد فيه المحل في شارع مولاي محمد عبد الله زنقة الرياض رقم 2 انا معروف نخدم في الحومة زنقة الرياض رقم 2 زنقة الرياض رقم 2 شوف بما انه هذا دعم ومسانده ديال المجتمع المدني للرفع من مستوى ديال يعني الصوتيات اللي في غالب المهرجانات اللي كتعاني يعني من ضعف لا من ناحيه الصوت ولا من ناحيه ديال التقنيه وهذا كيضر المنتوج كنلاحظوا نعم حقيقه ان ملي كنكون كنقدم بعض نشوف انطباعات ديال بعض الجمعيات وبعض الناس في الميدان نعم انا نفسي عبد السلام العبادي غني على التعريف بكل تواضع المشكل الكبير اللي قال السي عبد القادر وهذا يجب ان يولى له اهتمام كبير كننظموا كل شيء كنعطيوه حقه ومن كنجيو للصوتيات تما ما كنعطيوش يعني الحق ديال الصوتيات واي منتوج الا ما عطيناش التجويد ديالو ما كيعطيش النتائج الصوتيات والاناره حتى الاناره ضروري كنهضروا على الصوتيات وكنهضروا على الاناره وكنهضروا على الخشبه وكنهضروا على الجوانب اللي توضعوا فيها الناس ديال وسائل الاعلام لانهم ما كيتعطاوش واحد البلاصه اللي هي انهم باش يجودوا الخدمه ديال واحد اذا هناك واحد ملاحظه كثيره اسباب هي متعدده ملي ما كتكونش جوده مزيانه ما كتعطيكش امكانيه تسوق المنتوج ديالك مزيان وخا دير انا نقول لك السي عبد القادر بصدق انا في اطار العمل ملي كنكون كنقدم شي سهره ولا كنقدم شي مهرجان او شي حاجه ملي كنكون كنقدم كنقول اذا ما كانش الميكرو يعاونني ب 50% ما يكونش عندي التجويد حتى انا يعني الصوتيات خصها تعاونني علاش دابا حنا الجوده دابا مثلا نعطيك مثال الا جبنا مغني وعطيناه يغني في هواء الطاق وعطيناه الميكرو وعطيناه كذا عكس ما كنسمعوه في السيدي لان السيدي كتدخل عليه التقنيه ديال الفلتره ديال الصوت كاينه واحد هكا باش كيطلع له الصوت بواحد الجوده كبيره اذا اللي كنطلبوا حاليا وكنتمناو انه الجمعيات المجتمع المدني او كذا يحاولوا انهم يركزوا على هذه العمليه ديال الصوتيات يعطيوها الاولويات ما تكونش هي الاخرى حتى لاخر ساعه عاد كنعيطوا كذا وتحيه للاخ المدني اللي استضاف وهذه بالمناسبه يعني باش نقولوا يعني حنا كنتكلموا على واحد السيد اللي هو بروفيسيونيل وهذه قدمنا مجموعه ديال الملاحظات ولكن الان غادي نكونوا يعني صارمين في النقد ديالنا لجميع المهرجانات اللي ما كيحترمش المعايير ديال الجوده خاصه من ناحيه الصوتيات لان كيكون مهرجانات كبرى وكنلاحظوا بان الصوتيات ما كتكونش في المستوى وهذا كيضر بالعمل يعني بالتسويق ديال العمل الثقافي ما يمكنش نطوروا المجال الثقافي بدون ما نهتموا بالمجال ديال الصوتيات والجوده ديال المنتوج وكنشكروا الاستاذ سعاد يعقوبي اللي زارتنا حتى هي المقر مقر العمل والاخت عزيزه حتى هي فاطمه عزيز وبالمناسبه نقدم لكم واحد الاغنيه اذا المجتمع المدني يتفاعل مع يعني المستفيد هذا مع الفنان الشاب الذي اطرب وامتع وحرك الشواكين ابو رشيد مدينه العرايش والفنان درجه اولى للحفل الزاهر مع المجتمع المدني بحصري مع إذا لتنشيط الحفلات كلا أحوال وادي من أفراح وخدمات متنوعة وتقديم أجواق وأوركسترا وكذلك الدقة المراكشية وجميع الخدمات المتعلقة بالحفلات وبالأنشطة الثقافية والفنية.